قلنا نغير شوية في المحتوى ونتكلم عن الفن والمزيكا، وقعدنا ندور عن فنان حقيقي محتاج يعني ان احنا نتكلم عنه ونحكي سيرته ونشوفه اذا كان بيعمل فن هادف ولا لا، وكان بيفيد المجتمع بتاعه ازاي، وايه اكتر حاجات اتقالت عليه ونصحح معلومات لو في حاجات غلط متقال عنه. ملناش احسن من بوب مارلي. بوب مارلي من الفنانين اللي فيه معلومات كتير غلط اتقالت عنه واشاعات تم تداولها، انما حقيقي اللي زعل ان بوب مارلي ليه ابعاد سياسيه ودينيه واجتماعيه وانسانيه عظيمه جدا. هو ده اللي احنا هنتكلم عليه، نتكلم عن بوب مارلي من الناحيه السياسيه. وعشان نبرز دور بوب مارلي السياسي لازم نحكي عن تاريخ بلده جامايكا والصراعات اللي كانت حاصله في احتلالها من قبل اسبانيا وانجلترا، وبعد كده تدخل السوفيتي وامريكا اثناء الحرب البارده. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن اعتناق للحركة الدينية الراستافاري، وفي الفيديو اللي بعده هنتكلم عن دور بوب مارلي السياسي وقد ايه كان مسيطر على الشعب، وكان شعب جامايكا بيتجمعوا قدام بيته، وكان حقيقي فنان بيستغل فنه في تهدئة الشعب ووقف الحرب الاهلية وسفك الدماء. وكان رئيس الوزراء اللي ساكن جنبه بكام بيت في نفس الشارع ما كانش عنده قوة بوب مارلي في السيطرة على شعب جامايكا. Jamaica's one of the best places, man. Everybody love everybody, but I'm a killer too. You love it so much, I can kill you. إيه بقى حكاية جامايكا؟ تعالوا نحكي الحكاية. اسم جامايكا في اللغة الأرواك معناها أرض المية والخشب أو أرض الربيع. كان بيسكنها السكان الأصليين هم هنود التاينو، هم نفس الهنود اللي كانوا بيسكنوا بورتوريكو وكوبا وإسبانيولا وجامايكا. والمدعو كريستوفر كولومبس، انا يعني يعلم الله ان انا عمري في الفيديوهات بتاعت الحبل في الاخر ما قلت شعوري تجاه اي شخص او اي شخصية تاريخية يعني اتكلمت عنها، لان احنا بنشارك معلومات وخلاص، والمشاهد له ان هو يختار وجهة نظر معينة ويتبناها. انما كريستوفر كولومبس اسمحوا لي ان انا اعبر حقيقي عن مدى عدم محبتي لهذا الرجل. هذا الرجل بيقولوا عليه مستكشف، الى انه قتل قتلة وحرامي ومعتدي ومغتصب وعامل بلاوي كتير قوي. بس بما انه كان بيخدم افكار استعمارية، فالمحتل او المستعمر نفسه مش هيقول عليه الحاجات دي كلها، هيقول عليه المستكشف. هسيب لكم مقالات في الديسكريبشن بوكس على اليوتيوب وفي تعليقات على الفيسبوك مع المصادر، مقالات بتحكي عن جرائم كريستوفر كولومبوس. وبالمناسبة مش هو اول واحد اكتشف العالم الجديد، امريكا. اثناء تواجد هذا الشخص في كوبا سمع عن جزيرة جامايكا، جزيرة فيها ذهب كتير جدا، وكعادته كواحد معتدي وحرامي قرر ان هو يروح لجامايكا علشان يسرق الذهب من عليها. حاول ان هو يدخلها مرة واثنين وثلاثة، سكان الاصليين كانوا بيصدوه بيرفضوا دخوله. في المرة الرابعة قرر ان هو يعتدي عليهم بالحرب. دخل جامايكا حاول يدور على الذهب، ملقاش ذهب، ولكنه لقى موارد كويسة جدا يروح بيها للتاج الاسباني ويقول لهم انه جزيرة جامايكا دي عليها سكر، موز، بن، كاكاو، والزراعة فيها حلوة جدا بشكل عام، ونصحهم ان هما يحطوا ايدهم عليها. وجنب موارد وسرقة خيرات جامايكا كمان روج لهم لفكرة الاستعباد، ان هما يستعبدوا ويذلوا اهل جامايكا الاصليين. ف 1509 اسبانيا دخلت جامايكا، ولكم ان تتخيلوا الذل اللي تعرض له اهل جامايكا. الاول نقلوا لهم امراض بالظبط نفس اللي حصل للسكان الاصليين في امريكا، نقلوا لهم امراض، وبعدين بداوا تعذيب وضرب. الواحد يبقى خارج من بيته عشان يجيب اكل لاولاده يشتغل، يروحوا واخدينه خاطفينه بمصياده وبعدين يسلسلوه في صف، وبعدين يطلعوهم على السفن ويشحنوهم زي السردين، ولو اي حد قاوم او فكر ان هو يهرب منهم بيتقتل. فالسكان الاصليين عندنا عدد منهم هرب وطفش، وعدد منهم اتقتل، وعدد منهم اتشحن علشان يستعبدوهم في اوروبا. وغير مسموح للعبد ان هو يمارس لغته او الشعائر الدينية بطريقته، لازم بطريقة الكنيسة الاوروبية، وما فيش اي عادات وتقاليد ممكن الواحد يمارسها، بيطمسوا هويته تماما. وعشان الكارما عادلة فالاسبان عملوه في التاينوز السكان الاصليين لجامايكا، الانجليز عملوه في الاسبان. كان في مناوشات حاصلة ما بين الانجليز والاسبان يعني بقالها فترة كده، يمكن من عصر الملكة اليزابيث الاولى والملك فيليب الثاني ملك اسبانيا. تعالوا بالمختصر ناخد فكرة ايه اللي كان حاصل عشان نربط الاحداث بانه ايه اللي وداهم جامايكا هما الاثنين. ملك فيليب الثاني كان بيتمنى يشوف راس اليزابيث متعلقه على باب قصره. ليه بقى؟ يعني ايه الغل ده مع انه هو جوز اختها؟ ممكن نختصر كراهيه فيليب الثاني لاليزابيث في ثلاث نقاط. اول حاجه ليها علاقه بنسب اليزابيث، اليزابيث تبقى بنت هنري الثامن وان بولان. ان بولان دي مش ام ماري،
اللي هي الابنة الشرعية. فإليزابيث تعتبر ابنة غير شرعية، الناس بتعتبرها كده لأنه ارتباط هنري بأن بولين يعني كان الموضوع فيه مشاكل كتيرة يعني، والكنيسة ما اعترفتش بيها وحصلت مشاكل، فالزواج نفسه كان غير شرعي، ولذلك إليزابيث نفسها ابنة غير شرعية. ففكرة ان هي تحكم دي ما كانش فيه حد محبذ الموضوع ده، وكانوا بيحاولوا يبعدوها عن الحكم ويتخلصوا منها تماما. وحاولوا رجال الدولة ان هم يتخلصوا من إليزابيث عن طريق ان هم يلبسوها في قواضي تخابر وتجسس وتأمر على اختها ماري اثناء توليها الحكم، ودوها اذن اعدام لإليزابيث لكنها ماتت قبل ما تمضي عليه، او هي رفضت يعني، الموضوع مش واضح لكنها ما مضتش وخلاص. فهنا الموضوع كان تقيل قوي بالنسبة للكنيسة وبالنسبة لناس تانية انه إليزابيث تمسك الحكم. زمان كان الزواج ما بين الملكات والملوك بيتم بشيء من المصلحة، marriage and convenience، زواج مصالح، زي دلوقتي مثلا المال بيتزوج المال، السلطة بتتزوج السلطة، او المال بيتزوج السلطة، الموضوع بيكون مبني على مصلحة بحتة. نفس الشيء كان بيحصل بالنسبة للملوك، ان هما كانوا بيتجوزوا بعض علشان يشاركوا بعض في الحكم، ويضم ممتلكات ده على ممتلكات دي، او حكم ده على حكم دي، وهكذا. ماري لما جوزت فيليب كان عندهم حلم كده ان هما يخلفوا طفل، وطبعا الطفل ده لو كان جه ما كانتش إليزابيث شافت الحكم. وبناء على هذه الفكرة كان فيليب ملقب باليوركسورس، ده مصطلح لاتيني معناه اللي بيشارك زوجته في الحكم. يعني وقت ما كان فيليب متجوز ماري كان له سلطة وحكم في انجلترا، فلما ماري ماتت خسر كل ده. ثالث نقطة في كراهية فيليب الثاني لإليزابيث، ودي القشة اللي قطم الظهر البعير، ان هو ماري كانوا كاثوليك، وماري كانت كاثوليكية متشددة جدا، وكانت بتعمل جرائم بشعة في البروتستانت، قتل وذبح وحرق احياء، كان الموضوع بشع، وكانوا مسمينها بلودي ماري، ماري دموية. ومن هنا جت الاساطير الشعبية بقى تحولت الى امنا الغولة بيخوفوا بيها العيال الصغيرة، اللي هو لو مخلصتش طبقك هجيب لك بلودي ماري. وبعد كده بقى حصل انه عملوا منها افلام رعب والموضوع انتشر قوي. بلودي ماري دي هي ماري تيودور اخت إليزابيث ومرات فيليب الثاني. ايوه يعني فين المشكله؟ المشكله انه إليزابيث بروتستانت، اللي هما يعني كانوا بيحاربوهم وكانوا واقفين ضدهم، إليزابيث بروتستانت. فكان فيليب يتمنى انه إليزابيث اصلا ما كانش تمسك الحكم، ولو مسكت الحكم كان بيتمنى ان هو يتخلص منها، علشان إليزابيث بسببها انجلترا لحد دلوقتي بروتستانت، حولت انجلترا من كاثوليك لبروتستانت. حصلت احداث كتيرة وكان في ناس كتير بتتأمر على إليزابيث وتخلصت منهم. وبعد كده واجهت موقف مع بنت عمتها ماري اوف سكوتس، طبعا بنت عمت ماري مرات فيليب، فحاشية بتاعة إليزابيث الاولى قرروا ان هم يعدموا ماري اوف سكوتس. إليزابيث وقتها ما كانتش عايزة تعمل كده، بس يعني الحاشية اقنعوها واعدموا ماري اوف سكوتس. هنا بقى فيليب قال لأ، الموضوع زاد عن حده، دي عمالة بتحاربنا في الدين، ودي اصلا نسبها مشبوه ولا تستحق ان هي تاخد الارث يعني حكم انجلترا، فانا لازم احاربها. وقرر ان هو هياخد الارمادة بتاعه وهيدخل يغزو انجلترا باسم ايزابيلا بنته. ده طبعا يا قناوي يا ابني هنجوزك هالنومة. في 1588 بدأ فيليب الثاني حرك جيوشه علشان يشن حرب على إليزابيث وانجلترا. إليزابيث كانت في الوقت ده قلقانة شويتين تلاتة، عشان كانت خايفة من العقاب السماوي اللي هينزل عليها بسبب اعدامها لبنت عمتها ماري اوف سكوتس. هي كانت ضد الموضوع تماما، لكن حصل اللي حصل، فقالت بقى ان هي تتعاقب في الموضوع ده، وهزيمة مهينة هتشوفها اكيد لا محالة. مع ان عصر إليزابيث ده كان عصر النهضة، كانوا مسمينه English Renaissance أو The Golden Age، العصر الذهبي، لأنها قفزت قفزة قوية جدا بإنجلترا ونهضت بيها في مجالات كتيرة جدا، علم، صناعة، جيش، فن، مزيكا، كل حاجة. بالمناسبة شكسبير ظهر في فترة إليزابيث الأولى. الجيش بتاعها متطور والأسطول البحري بتاعها متطور، لكن برضو هي كانت متشككة وقلقانة. قام شوية رياح وعصير وموج ساعدها في إن هي تهزم فيليب الثاني هزيمة مدوية، يقال ان هي ابشع هزيمة اتهزمها الجيش الاسباني. وعملوا لها بورتريه لتوثيق هذا الانتصار وهزيمة الجيش الاسباني، حواليها لوحتين عليهم السفن الاسبانية وهي متدمرة، وإليزابيث قاعدة وحاطة ايديها على الكرة الارضية كيعني نفوذ استعمارية وسيطرة على العالم. وبالمناسبة يعني البورتريه ده عاملينه علشان يعصبوا بيه فيليب يعني، ويسجلوا عليه نقطة انتصار، بس البورتريه ده بيعصبني انا شخصيا بسبب الفستان اللي هي لابساه، 17 فيونكة والترتر والبروبرو و800 حبة لولي، يعني فستان مقدم من نمروسي فرع ويست مينستر وخردواتي ريتشموند بالاس. الشخص اللي بيتضايق قوي من النفاق والتطبيل يعني يبقى يشوف محاضرات معمولة على البورتريه ده، وهم عمالين بيقولوا الملكة المبتسمة، فانا اللي هو
مبتسمة فيه. فالحقيقة البورتريه ده بينكد عليا، وفي انجليز كتير حد يومنا هذا بيستوحوا منه وبيعملوا منه ازياء وفساتين. اتمنى انه هاني البحيري وسامو هاجرس ما ياخدوش خبر الموضوع ده عشان بجد ممكن اعيط. المهم يعني فيليب مات بعدها بعشر سنين، واليزابيث بعد كده ماتت سنة 1603، وبعدين جه بعدها ملك جيمس، وبعدين ملك تشارلز، وبعدين الحرب الأهلية في إنجلترا، وبعدين أوليفر كرومول تولى الحكم. وعايزة بحكي لكم قصتي مع أوليفر كرومول ده عشان خوفني فترة من حياتي كده براس المقطوعة دي. المهم دخل أوليفر كرومول في حرب اسمها الأنجلو سبانيش وور مع الأسبان، حرب الإنجليزية الأسبانية دي، كانت من 1654 ل 1660. ففي النص كده الإنجليز قاعدين بقى اللي هو هما بيقلبوا رزقهم الأسبان، يعني أي سفينة معدية قرصنة، اي ارض اسبانيا واخداها بياخدوها، يعني اي حاجه بقى اللي يجودوا بيه يعني افترى وخلاص. فسمعوا ان اسبانيا واخده جامايكا، فقالوا لك يعني ما احنا اولى، حلوه جامايكا دي، حلوه جامايكا. سنه 1655 انجلترا بتاخد جامايكا من اسبانيا. من 1655 ل 1660 خمس سنين الانجليز بيدوروا على اي واحد اسباني في جامايكا. طبعا الاسبان طلعوا يجروا بسرعه جدا، واللي هم عملوه في جامايكا يعني الانجليز ورهولهم ثواب، لحد ما جامايكا فضيت خالص من الاسبان. وكانت ساعتها برضو انجلترا داخله مش بس يعني فرد عضلات وانها بتاخد حاجات من اسبانيا، لكن كان ساعتها السكر انتشر في اوروبا، وكانت جامايكا مصدر قوي جدا للسكر. فكان جامايكا كأرض انجلترا بتحتلها كانت مهمة جدا 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 بالنسبة لها. هل الانجليز كانوا أرحم من الأسبان في احتلال جامايكا؟ لا خالص، كانوا أسوأ. وهنا بقى يظهروا المارونز. المارونز كلمة أسبانية الأصل معناها بالإنجليزي untamed أو الوايلد، متمردين. ودول كانوا ظاهرين أصلا وقت الأسبان، لكن الموضوع اشتد قوي لأنه طبعا وقت احتلال إنجلترا لجامايكا كان أطول من أسبانيا. فهنا المارونز دول مجاميع أفراد مقاومة، زي مثلا كان عندنا في مصر يعني وقت الفرنساويين والإنجليز كانوا الشباب بيقاوموا، هما يعني حركات فردية ما كانتش مجاميع عسكرية يعني ميليشيا مدربة. فالحركات اللي كانوا بيعملوها دي في حرق مقرات، مناوشات، محاولة قتل للإنجليز، الحاجات دي كلها بيسموها بالإنجليزي الغوريلا وورفير، اللي هي يعني حاجات مش ممنهجة أو مش مدرسة أو ما هيش حاجات عسكرية، هي مقاومة فردية. المعارك مع المارونز كانت شرسة جدا جدا جدا، وكانوا بيحرقوا لهم بقى يعني السكر ده اللي انتوا عايزينه، انتوا جايين تزلونا وتبهدلونا عشان السكر. فكانوا مقرات تخزين السكر بتتحرق اول باول، طلعوا عينهم. ويطول تاريخ احتلال انجلترا لجامايكا، بس هنا طبعا احنا نفهم انه في حاجات في جامايكا متسمية بالاسباني وفي حاجات متسمية بالانجليزي، ده علشان احتلال اسبانيا وانجلترا يطول التاريخ. وفي 6 أغسطس 1962 جامايكا أخيرا بتستقل، لكنها بتصبح من بلاد الكومنولث، وصوريا بتحكمها أو بترأسها الملكة إليزابيث الثانية، مش اللي بتلبس ترتر، اللي بتلبس ألوان نيون ربنا يديها الصحة. وفي هنا بقى بيحكمها نظام شعبي برلماني بالأحزاب. وطبعا بمعرفتنا احنا وخبرتنا في الاحتلال عارفين كويس قوي انه انجلترا مش هتخرج من مكان غير لما تقسم وتفتت علشان تعرف تخترق فيما بعد. فالشعب هنا بينقسم لجزئين، حزب البي ان بي وحزب الجي ال بي. جي ال بي جامايكا ليبر بارتي، حزب العمال بتاع جامايكا. طبعا احنا حافظين عمال يعني يسار يعني اشتراكي، لكن لا، جامايكا فيها العكس، عمال بيبقى يمين conservatives، فكره رأس مالي. بيحكم واحد اسمه أدوارد سياغا. أدوارد سياغا اتولد في أمريكا وبعدين رجع تاني جامايكا، وبعدين راح درس تاني في أمريكا لما كبر شوية واتخرج من جامعة هارفارد. والحزب التاني People's National Party، وهو حزب الشعب الوطني، اللي احنا برضو مفروض مترجمينه هيكون يمين، انما لا، في جامايكا ده يسار. بيحكم واحد اسمه مايكل مانلي، ومانلي فكره لينيني ماركسي بحت، وهنا بيدعموا الاتحاد السوفيتي ورئيس الوزراء بتاع كوبا فيدال كاسترو. طيب احنا هنراجع بقى شوية تواريخ كده علشان نعرف التربيطة جاية منين. الحرب الباردة بدأت سنة 47، وسيطرة او يعني صداقة الاتحاد السوفيتي وكوبا بعد الثورة حصلت سنة 59، وهنا استقلال جامايكا حصل سنة 62. طيب امريكا والسي اي اي قال انه انا مش هخسر جامايكا، والسوفيتي مش هينتصر زي ما انتصر في كوبا، وده لو حصل انه انا هورد سلاح وهتفق مع عصابات مافيا ما بيهزروش، وهما اللي مسيطرين على الشوارع، وهيبقى فيه يعني سيول من الدماء على
اساس انه السوفيتي ما ينتصرش والكي جي بي المخابرات السوفيتيه ما تنتصرش على امريكا وما تاخدش جامايكا وما تسيطرش عليها، لانه بالفعل اللي مسك رئاسه الوزراء كان مايكل مانلي اللي هو السوفيتي بيدعمه. فهنا امريكا جن جنونها وبدات تدعم العصابات والمافيا بالسلاح على اساس ان هي تسيطر، وادوارد سياجا هو اللي يرأس الحكومة. فهنا حصل انقسام ما بين شعب جامايكا ويعني شبه حرب أهلية حصلت. فيجي هنا دور بوب مارلي في السيطرة على الشعب، وان هو يطالب بالتهدئة ووقف القتل والمحبة والسلام، ويحاول يبعد الناس عن ان هم يتوجهوا للمافيا، لانه طبعا الأحزاب بتدفع وأمريكا بتدعم وفي سلاح بينتشر في الشوارع والسوفيتي بيدعم ده. فبوب مارلي اللي كان بيوقف الحاجات دي وبيحاول يحافظ على الناس، وكلمات أغانيه ما كانتش أي كلام كده، هو كان بيقول حاجات مبادئ اللي كان مؤمن بيها في توجهه الديني، حركة دينية راستافاري، كان بيقولها في كلماته، فالناس كانت بتهدى شوية وبتسمع كلامه، وكان مسيطر جدا لدرجة انه CIA هتحاول ان هي تختله وتتخلص منه، لانه عمال يبوظ لها كل المخططات اللي هي بتخطط لها عشان تسيطر قدام السوفيتي. بوب مارلي بيبوظ لهم كل اللي هم بيعملوه. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عن راستافاري، ايه راستافاري وجت منين ومين هو كان القائد بتاعهم، وليه بوب مارلي اعتنق هذه الحركة، وشكلهم كان عامل ازاي وتوجهاتهم كانت عاملة ايه. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب يوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو ده، تحياتي.